ازيك يا شيخ؟ عامل ايه؟ جوي محمد بابا اسماعيل ہیں جو مدینہ منورہ میں مسجد قبا میں ہر جگہ چائے بانٹتے تھے اور ان کو ہر لوگ جانتے ہیں. ان کی وفات 16 تاریخ کو ہو گئی ہے اور پوجے خاک بھی کر دیا گیا ہے. یا ولد 40 سنہ وانت توزع هذه الحلويات مجانا. ما شاء الله ما شاء الله. والتمر وش بعد توزع عليهم من 40 سنه في هالمكان ولا؟ لا مو من المكان، بالحرم. كنت بالحرم؟ ايه ونقعد بعدين بالشوارع. مسخر نفسك للتوزيع بس؟ ايه. الله يجزاك خير ويكتب اجرك ويرحم والديك. العمر كم عمي؟ عمري صار 9 95 سنة؟ أيوة. ما شاء الله ما شاء الله. ومو بس التمر والخبز يوزعهم على والمحتاجين في هالمكان. شايفين والله معبي هالترامس هذه، والله شاهي قهوة شاهي قهوة شاهي قهوة، يجلس يوزع إلين ما تخلص الدنيا كلها. كيف؟ هذا حار. طالعت 20 ثلاجة. لا 20 ثلاجة زي هذه؟ 120 ثلاجة. 120 وزعتها لوجهي. باب الحرم. انت الحرم. عند باب الحرم. يا عند باب الحرم. شايفين يا جماعة يعبون هنا القهوة. تفضل. لأي واحد يحتاج انه يتقهوى وشاهي وقهوة. ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا الناس شوفوا الناس شوفوا الناس عندهم. شوفوا الناس عندهم. اسلم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. معروف. ما شاء الله زي ما انتم شايفين يا جماعه.